الغذاء الدواء، والدواء الغذاء. هكذا أطلق على طحالب سبايرولينا، وهي أحد الطحالب البحرية المعروفة، وسميت بهذا لكثرة ما تحتويه من فوائد وعناصر غذائية، حتى أطلق عليها الغذاء السوبر، وهي من أكثر أنواع المكملات الغذائية في العالم الحديث، التي تعزز قدرة الجسم على التحمل وتمنحه القوة، لأنها تحتوي على مواد مغذية متكاملة فائقة الجودة، وهي تعيش بكثرة في مياه البحيرات المالحة، وقد تم اكتشافها عام 1962 من قبل الدكتور كليمينيت، وهو طبيب فرنسي. الإسبيرولينا طحالب باللون الأخضر المزرق، تمتص أشعة الشمس بكفاءة عالية، حيث تقوم بتصنيع المواد الغذائية، وهي من أقدم أنواع الأغذية المعروفة على كوكب الأرض، وتعتبر مكمل غذائي خارق لقدرتها على عملية التمثيل الضوئي. ولهذا تم الاعتراف بهذه الطحالب كمادة علاجية فعالة، وهذا ما أصدرته هيئة الصحة العالمية من قبل الأمم المتحدة. تحتوي السبايرولينا على الأحماض الأمينية، البروتينات، الإنزيمات، أكثر من 2000 متوازنة ضرورية للصحة الجيدة، الفيتامينات مثل فيتامينات A, D, E، كما تحتوي على الكثير من المواد المضادة للتأكسد. أما عن فوائد سبايرولينا على الصحة العامة، تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، لأنها تحتوي على أحماض دهنية مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6، تحمي من قصور أداء الغدة الدرقية لاحتوائها على اليود، تعالج تضخم الغدة الدرقية وتقلل من خطر الوفاة المبكر، وتعالج فقدان الذاكرة والتلف العصبي، وتمد الجسم بالطاقة وتخلصه من الكسل والخمول، تحد من تراكم الدهون في الجسم وبالتالي تكافح البدانة وزيادة الوزن، وتحمي جدار المعدة بتنظيم مستوى السكر في الدم، تمنع من تكوين جلطات الدم وتقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، تمنع من انسداد الشرايين، وتخلص الجسم من السموم وتسهل إفرازات النفايات السامة والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق، كما تعزز من أداء الجهاز المناعي وقدرة الجسم على مقاومة الأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا والعدوى الفيروسية، لأنها تحتوي على البيتا كاروتين في علاج الطفح الجلدي والجروح، وتقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان. وكذلك وفي سابقة لم تحدث من قبل في مصر والشرق الأوسط، في منطقة أبو غالب التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وعلى بعد 30 كيلومتراً من طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ستجد أكبر وأحدث مزرعة مائية لاستزراع الطحالب، وعلى رأسها طحالب سبايرولينا. احنا هنا في منطقة أبو غالب لإنتاج طحالب سبايرولينا. والتي تعتبر الماس الأخضر قبلة لكل المستثمرين، ومستقبل مصر الواعد لمشاريع عملاقة في الصناعات الغذائية والدوائية برعاية المركز القومي للبحوث. قامت شعبة البحوث الزراعية خطوة بخطوة مع مؤسسة نور الهدى للاستشارات الزراعية بربط منتجات المشاريع الخاصة بالمؤسسة بالصناعة لمنتجات الشركة من طحالب السبايرولينا وغيرها. في 12 أغسطس 2018 تم توقيع بروتوكول تعاون بين شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، وبين مؤسسة نور الهدى للاستشارات الزراعية، وهي مؤسسة فردية برئاسة الأستاذ حاتم الكومي. نبع منها نور أخضر وفكر مستنير ونظرة بعيدة لمستقبل المشروعات في مصر، والتي تتبناها الدولة
وتوفر فرص عمل وتحقيق أعلى استفادة واستثمار من المشروعات الصناعية والزراعية. وبعد 12 شهراً تحديداً أول سابقة مع الزمن، مشروع طحالب سبايرولينا نستطيع أن ننتجه في وحدات صغيرة من البيوت المحمية، ونستطيع أن نستغل من خلال الأراضي التي لا يمكن استصلاحها، مثل الأراضي التي تزيد ملوحتها بشكل عال ولا تصلح لأغلب المحاصيل الزراعية خلال 30 يوم فقط للإنتاج. تحديات كثيرة وقفت أمامنا في مؤسسة نور الهدى لتحقيق أعلى عوائد الاستثمار واسترداد لرأس المال المستثمر في أقل من 12 شهراً، وهذا رقم سريع جداً بالنسبة للاقتصاديات العالمية. وأهم التحديات كانت كيف نعزل ونحدد سروريات الطحالب ذات الجدوى الاقتصادية العالية من طحالب محلية من إنتاجنا تعطي لنا أعلى إنتاجية من الكتلة الحيوية. وبهذا فإن شركة نور الهدى لإدارة المشروعات الزراعية تضمن لك الإنتاج والتسويق طوال فترة المشروع لتحقيق العائد الاقتصادي الذي سينقلك نقلة ثانية. وإذا كنت مصنع أو شركة لتصنيع المواد الغذائية أو الصناعات الدوائية أو مستحضرات التجميل، لابد أن تعرف أن بين يديك كنز أخضر تستطيع أن تدخله في العديد من المنتجات التي ستنافس بها في أسواق أوروبا وأمريكا، وتدعم عجلة الإنتاج وتزيد من حاصلات مصر والصادرات مع توفير العملة الصعبة وفرص عمل كثيرة. شباب يتمنى الحصول على الفرصة للارتقاء بنفسه وببلده، لذلك ساهمت شركة نور الهدى في إنتاج العديد من المنتجات، ومنها بلسم الشعر من جرين جولي، ماسك البشرة من جرين جولي، صابونة البشرة والجسم من جرين جولي، بودر المكمل الغذائي جرين لاين من جرين جولي، وبعض من المنتجات الأخرى.